ضميري ارتقد احضره في الذيد لبكار الخيار لي على الشامي وتكريمه ضرد والركض مدعوم من راعي القرار حاكم يمناه من مال عطل كل فعله به معزه وافتخار بالكرم والطيب يضرب به نعاد للوطن والشعب وقفته اكبر حاكم والناس باحكامه رضت يا زعيم الشارق اهدارك عمار اللي ما رهب اسم سلطان اعتلت قاسمي وللقاسمي هيبه وقار ماضي التاريخ للحاضر ثبت كل يوم في تطور وازدهار والعرب للذيد بالسبق عنا التقى في الشارقة من كل دار والنوادر للرموز ترشحت شارت الحاكم لها كل اعتبار حازت الشهرة وبالجود احتوت مشاهدينا الأعزاء متابعينا الأفاضل في كل مكان أينما كنتم تتابعون هذه الانطلاقات الصباحية المميزة من هنا من ميدان الذيد لنتابع معكم ونستكمل أشواطنا الصباحية ومن هذا المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا مهرجان سيدي حاكم الشارقة بنسخته الثانية في هذا الموسم وفي هذا العام. شكرا سموك على دعمك الكبير لهذه الرياضة ولهذا الموروث العربي الأصيل. مشاهدينا متابعينا الكرام تستمر الانطلاقات والمنافسات الصباحية على بركة الله وحفظه وتوفيقه. انطلق شوطنا التاسع الخاص بفئات الأبكار الثنايا المحليات الأصايل لتشارك هذه الشعارات وهذه الأسماء وتحضر في هذه الرحلة والمنافسة الشيقة والقوية. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. نتابع معكم هذه الانطلاقة المميزة والشوط المثير وأبدأ معكم بتعرف على الأسماء الحاضرة. أول المنطلقات والمندفعات حرايق بالمركز الأول سالم بن راشد بن مبارك الكتبي يقدم لنا حرايق على المركز الأول مسيطرة وحاضرة في أول المراكز. ننتقل إلى المركز الثاني القادمة هنا من حاف لسعود بن علي بن حمد المحاربي حاضرا في المركز الثاني من خلال تقدم من حاف في المركز الثاني. بينما المركز الثالث وصلت بنت المطر وشعار بخلفان سالم بن خلفان بن حمد الحافري يقدم لنا بنت المطر على المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع وأرى من تحتل المركز الرابع. هذه شجون لسالم بن هويدن بن ذيبان الاكتبي يتقدم بالمركز الرابع يقدم لنا شجون في رابع الأسماء. المركز الخامس وصلت غشمرة لحياب بن مطر بن سعيد بن حاذه الاكتبي يقدم لنا غشمرة على المركز الخامس. المركز السادس الوصول والقدوم مع القادمة هنا قيادة لمهير بن محمد بن خميس بالصوب الاكتبي قادم يقدم لنا قيادة تبحث عن القيادة تبحث عن الريادة. أتابع المركز السابع من الجانب الأيمن تتقدم هناك الحاضرة والقادمة بهذا الأداء الكبير. هذه عجائب منصور بن جوير الله بن علي الأحبابي يقدم لنا عجائب وهناك أيضا الوثبة فالح بن محمد بن علي الشامسي يقدم الوثبة الحاضرة بالمركز السابع. بينما ثامنا وغيرت إلى المركز السابع هذه الخوارة والشعار أبو عبد الله. مرحبا يا أبو عبد الله أهالي ميدان التراث أهالي ميدان سويحان. هنا علي بن عبد الله بن سعيد اليابري من يقدم الخوارة بهذا الأداء الكبير. أتابع المركز الثامن المركز الثامن مرضية 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 اليوسف بن سعيد بن ضحي الكعبي يقدم لنا مرضية
الأرضية على المركز الثامن، المركز التاسع والتغيير إلى المركز الثامن من مودة لعبيد بن محمد بن عبيد الأغفلي، بينما المركز التاسع تاسع الأسماء الوثبة هنا تتقدم بشعار الشامسي فالح بن محمد الشامسي، والمركز العاشر أرباح مبارك بن محمد بن سعيد الشامسي يقدم لنا أرباح على المركز العاشر. هذا هو نداءنا الأول أتممناه كاملا للعشرة المراكز الأولى المتقدمة، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى البداية، إلى المراكز الأولى، إلى بداية الشوط. يا سلام يا البداية، نعود إلى البداية والمقدمة حيث أرى المنافسة، حيث أرى التحديات بين هذه الشعارات، بين هذه الأسماء. لا زالت منحاف على المركز الأول، تقود هذه المعركة، تقود هذه المعركة بالمركز الأول سعود بن علي بن حمد المحاربي، من يقدم منحاف على المركز الأول. المركز الثاني بنت المطر سالم بن خلفان بن حمد الحافري يقدم لنا بنت المطر على المركز الثاني. ثالث المراكز حرايق سالم بن راشد بن مبارك الاكتبي قادم مع المركز الثالث. المركز الرابع وصلت الأسماء، وصلت الشعارات القادمة مرضية، يوسف بن سعيد بن ضحي الكعبي يتقدم بالمركز الرابع، بينما المركز الخامس الوثبة فالح بن محمد بن علي الشامسي قادم يقدم لنا الوثبة على المركز الخامس. المركز السادس غشمرة لحياب بن مطر بن سعيد بن حاده الكتبي يقدم لنا غشمرة على المركز السادس. سابع المراكز الشهامة لجابر بن عبيد الصنباري العامري، وصل العامري بأول نداء ليقدم لنا الشهامة على المركز السابع. المركز الثامن هذه قيادة شعار بالصوب حاضر بكل قوة، مهير بن محمد بن خميس بالصوب الاكتبي يتقدم مع قيادة على المركز الثامن، وبدأت تغير إلى المركز السابع. المركز التاسع غالية عبد الله بن مرشد بن عبد الله المرر، والمركز العاشر وصلوها للمدام، وصل هنا شعار بالقوم قادم مع منحاف علي بن عتيج بن علي بالقوم الاكتبي يقدم لنا انطلاقة منحاف بأول نداء. هذا هو نداءنا الثاني يكتمل، ولا زلنا نتابع والمنافسة لا زالت مستمرة. الله يا منحاف لا زالت مع المركز الأول، ولكن بنت المطر تغير حاملة الرقم واحد، وها هي بالمركز الأول. سالم بن خلفان بن حمد الحافري من يقدم بنت المطر على المركز الأول، تلعب على أرضية ميدانها. يلا يا أبو خلفان، أهالي ميدان الذيد يطالبونك بهذا الناموس. 2 كيلومترات ما بقى وتبقى عن خط النهاية، من حاف بالمركز الثاني لسعود بن علي بن حمد المحاربي قادم على مستوى المركز الثاني، بينما المركز الثالث أرى الأسماء قادمة، الشعارات واصلة، وصلت الوثبة فالح بن محمد بن علي الشامسي، والقدوم من غشمرة حياب بن مطر بن سعيد بن حادة، تدخلت مرضية يوسف بن سعيد بن ضحي الكعبي. الله الله الله، يا لجمال هذا الشوط، يا لإثارة هذا الشوط. هنا أيضا الواصلة الشهامة لجابر بن عبيد الصنباري العامري قادم يقدم لنا الشهامة، والقادمة أيضا غالية عبد الله بن مرشد بن عبد الله المرر، ولكن لنا عودة إلى التحدي، لنا عودة إلى المنافسة. كيلو ونصف الكيلو، 1500 متر، يلي بالناموس، اللي بالناموس يروح، اللي بالناموس يروح. ما شاء الله تبارك الله، بنت المطر بدت تغادر، بدت تزيد من سرعتها. بالمركز الأول سالم بن خلفان بن حمد الحافري من يقدم بنت المطر على المركز الأول. المركز الثاني من حاف لسعود بن علي بن حمد المحاربي، والقادمة مرضية يوسف بن سعيد بن ضحي الكعبي قادم. المركز الرابع القادمة هناك أيضا، والواصلة أيضا الوثبة
فالح بن محمد بن علي الشامسي، ولكن الحافري لا زال مع المركز الأول. يقدم لنا بنت المطر على المركز الأول على الصدارة الأولى 800 متر الأخيرة. حرك اللي بتحرك، روح اللي بتروح، اللي بالناموس يروح. ولكن أرى الهجوم، أرى الهجوم من الوثبة، الوثبة لفالح بن محمد الشامسي، وتحركت من حاف لسعود بن علي بن حمد المحاربي. الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، الحافري، الحافري والمحاربي والشامسي. الله، منطقة الإعلام، منطقة الإعلام، الناموس يناديكم، الناموس يناديكم. غيرت 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 من سمعة الزقرة، وازمت بالخال يديها من حاف، من حاف، من حاف، من حاف. ما شاء الله تبارك الله، حيض السير، حيض الأداء، حيض العرض، حيض الإقلاع. أقلعت في المركز الأول، لوم الهواء والجاذبية ما اختر عليها. يا المحاربي تصعد صعود، بسم الله ما شاء الله. هذه من حاف تؤكد بأنها الأقوى في هذا الشوط، الأعتى في هذا الشوط، سعود بن علي بن حمد المحاربي. سلام يا المحاربي، سلام، واسعد الله صباحك على هذا الإنجاز وهذا الإبداع والإمتاع في هذا الشوط الجميل. من حاف سعود بن علي بن حمد الحاربي، المركز الثاني بنت المطر، سالم بن خلبان بن حمد الحافري، المركز الثالث الوثبة فالح بن محمد بن علي الشامسي، والمركز الرابع أتتنا الشهامة ليابر بن عبيد الصنباري العامري، المركز الخامس مرضي يوسف بن سعيد بن ضحية الكعبي. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، شاهدنا هذا التنافس الكبير وهذا الشوط الرائع. تهانينا وناموس الملك، تهانينا وناموس الملك من حاف سعود بن علي بن حمد المحاربي. نعود مع لحظات الإعادة، لحظات الفوز، لحظات الانتصار، والتوقيت الزمني الذي أيضا حققت من حاف مع أيضا مسافة 6 كيلومترات. هذه لحظات الإعادة عبر قناة الوسطى الناقلة لهذا المهرجان مباشرة، وهنا التوقيت الزمني 9:41، 68 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك من حاف سعود بن علي بن حمد المحاربي على هذا الأداء الجميل والأداء المتميز. بينما من أتت في المركز الثاني وقطعت مسافة السباق هناك بنت المطر وشعار بو خلفان 9:44، 28 جزءا من الثانية. سالم بن خلفان بن حمد الحافري، هانينا لك الحافري على هذا الأداء الجميل. المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء، كانت هناك الوثبة وشعار الشامسي 9:44، 86 جزءا من الثانية. توقيت الوثبة لفالح بن محمد بن علي الشامسي. هكذا مشاهدينا الأعزاء شاهدنا هذا الشوط، تهانينا وناموس للجميع. وقار مضي التاريخ للحاضر ثبت، كل يوم في تطور وازدهار، والعرب للذيد بسبق عنا، التقى في الشارقة.